في ارباب العمل وللشركاء الاخرين الاجانب المشاركين في. اعتقد ان هدف مشاريع الانعاش العقاري السعودي ان نشوفه لاخوان المستثمرين بيعرفوا قيمه ومستوى مهارات المقاولة العقارية. هناك عدد من المستثمرين اللي تسألوا على دخول البنك الإسلامي في المغرب طريقة معاملته وإلى وصل الملف. أنا هناك من جديد في الموضوع وشكرا. واخا دورتش على شي من القطاع المالي ولكن جاوبك على السؤال. كاين قانون في طور الدراسة في البرلمان المغربي هو قانون كيغير تنظيم الشبكة المالية بعدها والشبكة البنكية بالخصوص. وهذا القانون الجديد كيسمح لوزارة المالية بإعطاء رخص جديدة للبنوك اللي كتعمل بالطريقة الإسلامية. هناك جميع المعدات اللي غتسمح بهذا النوع ديال المعاملات البنكيه باش يكون في المغرب موجوده في القانون اللي هو مشروع قانون الان تقريبا طور مناقشه متقدمه جدا على ما يقال ان التصويت ديالو غادي يكون في السنه هذه وغادي يكون حيز تفريق. كنظن بان 2015 يمكن يكونوا بعض الرخص الاوليه اللي يمكن تعطل هذا الشكل ديال المعامله البنكيه اللي بطبيعة الحال هو موجود على طريق الآن خدمات كاين بعض الأبناء اللي طورت بعض الخدمات ولكن ماشي بالشكل اللي كنتمناو. والطريقة ديال المعاملة الجديدة اللي كنسمح بها في مشروع القانون هذا غتسمح باش يكونوا أبناء بكل خصوصية ديالها في الميدان هذا ابتداء نتمناو السنة المقبلة. على ما العلم ديالي بأن بعض طلب الرخص كانت وضعت عند البنك المغربي وفي وزارة المالية لأنه من المؤسستين اللي غتسهر على دراسة طلبات في الميدان هذا واللي غتعطي الرخص. الميدان البنكي بشكله التقليدي أو بهذا الشكل الجديد هي مؤسسات كتعمل برخص. والقانون المطبق هو القانون الدولي بال 3 اللي طبق في المغرب من ناحية لا طريقة المعاملات ولا الكيفية ديال رأس المال والمستوى ديالو. القانون غادي يضبط من ناحية رأس المال الأولي المبلغ ديالو يمكن ان يكون في 100 مليون درهم ولا 200 مليون درهم. هذا غادي تحدو القانون وما سيليه من نصوص اللي غادي يخرجها البنك المغربي من بعد. في ظل هذا الفضاء المعرفي لورشه البناء والاشباه العموميه نريد ان نعرف ما افاق مستقبل المنطقه المملكتين المغربيه والسعوديه. أعتقد أنه هي آفاق واعدة، بالاعتبارات. أعتقد بأن هناك رغبة سياسية أكيدة بتطوير العلاقات الاقتصادية لأن هي الأساس، للعلاقات السياسية. أعتقد كذلك هناك رغبة من مؤسسات رجال الأعمال في البلدين لتطوير هذه العلاقة. أعتقد أيضا أن استثنى شرطا مهما، نعرف المعيقات، نعرف الصعوبات. حينما نعرف الصعوبات ونعرف المعيقات من السهل ان نجد لها بالتدريج ونجد لها حلول لتجاوزها. واعتقد ان اكبر مجال يعني واعي هو انه ممكن هو اولا لهذا الرغبه. ثانيا هناك التجربه، العينيه التجربه، هناك تجارب ملموسه جميله في التعاون وفي الشراكه ما بين مقاولين ورجال الاعمال البلديه.
في موقع يمكن نقول بان ملتقى من النوع هو بحد ذاته خطوه لتجاوز العوائق المعروفه ان العوائق ستعرف باش تعرف العاملين ما تشبهتهم لانه هو اللي عارف الواقع الواقع وما يكون في هذا في الصوت وما يكون في صعوبات الولوجي مع الصبار والاستثمار. وهذه الصعوبات تكلمنا عن بعض منها هي بعض منها غير كي نقولوا بان نقص معرفه ديال الهيكله ديال الاسواق بالنسبه للعاملين في البلدين. وهناك بعض المعلومات اللي ناقصه وهناك بعض الصعوبات الإدارية حتى بالنسبه للناس اللي كيجي كيبغيو يستقروا كيسكنوا ولا كياخذوا باراديس للعمل في كلا البلدين. هناك بطبيعه الحال مصادر اداريه يمكن تكون ثقيله شويه في بالنسبه للبلدين، وهذه المناقشه ديالها من الاساس اللي غادي يمكن باش يتجاوزوا او يلقاو ليها حلول. وقضي بان المعرفه ديال المشاكل الان والحسن النيه والاراده بخصوص الاراده السياسيه والاراده ديال صاحبي الجلاله البلدين اللي غتمكننا باش تقوى العقوبات ونوصلوا ان شاء الله لواحد مستوى ديال المشاركه والمشاركه والمساهمه اقوى مما هو عليه. إذا كنشكر الحضور الكريم وظهر لي الكلمات الأخيرة هي بمثابة تلخيص لهذه الورشة، وكنشكركم على الحضور ونتمنى نلتقي مع الشكل التعريف ديالك شنو؟ مصطفى مفتاح مدير منتدب الجامعة الوطنية للبناء والإنشاء العمومي. لا مع الأسف تقى دولية. ماشي مشكل. نتمنى لكم النجاح. الله يبارك فيك. شكرا. غير الذاكرة السياسية. نعم. نتمنى لكم النجاح والتوفيق. وين نعطيو التعريف ديالك بعدا باش تسجل علينا ذكرى السياسية؟ احمد رحقو رئيس المدير العام لسياس بنك. مشرف عندك شي نتمنى لكم النجاح ان شاء الله. السيد ممكن تجاوبنا على الحساب؟ اسمح لي نقدر ناخذ البطاقه ديالي الكاتب. كيف ترون آفاق العلاقات السعودية المغربية على مستوى الاستثمار؟ حقيقة فرص الاستثمار موجودة، لأن السوقين هما سوقين في نمو مستمر في جميع الميادين الصناعية، المالية، أيضا الخدمات، وهما سوقين مفتوحين لأن هناك استثمارات أجنبية كتجي لكلا البلدين. ولكن الملاحظ أن القيمة الآن للاستثمارات من كل طرف ماشي في المستوى المرغوب، إذا خصنا نعملوا باش نشوفوا شنو هما المشاكل المطروحة، شنو هما العوائق، عوائق اللي يمكن تكون عوائق مالية ديال الاستثمار، ولا عوائق حتى بالنسبة للأشخاص اللي كتجي باش تستثمر في المشروع. بعض الشروط للوجود ولل باش واحد يستقر في واحد المكان ويستثمر فيه. بالنسبة للمعاملات هي معاملات الآن من غير المواد البترولية قليلة جدا، مع أن السوقين يمكن يتعاملوا في جميع الميادين الغذائية وفي جميع الصناعات، لأن هناك استيراد كبير في كلا البلدين من جميع الدول، ومن المواد اللي كيستورد البلدين هناك مواد مصنوعة في كلا البلدين، يعني يمكن ننميو بشكل قوي لا بشغل الاستثمار ولكن المعاملات التجارية. واللي كيظهر لي أن خاص المستثمر من اللي يكون
غادي من المغرب للسعوديه ولا من السعوديه للمغرب ما يشوفش غير السوق اللي كيتوجه ليه، لان كلا البلدين عنده واحد المنطقه ديال المنطقه ديالو، كاين دول الخليج العربي ولا الدول ديال الاردن وسوريا والعراق اللي يمكن واحد يتوصل لجميع الشرق الاوسط، والواحد اللي كيجي للمغرب ما عندوش غير السوق المغربي، عنده السوق الاوروبي، عنده السوق الافريقي جنوب الصحراء. اذا راه ما كاينش غير 30 مليون ولا 20 مليون ديال المستهلكين في كلا البلدين، هناك ملايين المستهلكين اللي يمكن كل واحد يتوصل لهم عبر استقرار في واحد من البلدين. وظهر لي بان المغرب الان عنده سياسه اقتصاديه بالنسبه للبلدان الجوار، السعوديه نفس الشيء. بطبيعه الحال المستثمر السعودي باش يولج ويدخل للسوق الافريقي سهل ليه باش يجي للمغرب ويمشي للاسواق. وبالنسبه للشرق الاوسط عاوتاني المستثمر المغربي يكون سهل بالنسبه ليه يكون بلدكم كسعوديه باش يكون عنده واحد الحضور وفيره باش يكون موجود في هذه الاسواق. اذا بالنسبه لي باش نلخص، مجالات المعاملات ما عندها حدود لان جميع المجالات موجوده ومفتوحه. بالنسبه للمعاملات الماليه كيف ستشجعون مثلا الابناك انها تسهل مثلا دوله كالسعوديه اللي كيتعاملوا مع ابناك اسلاميه انهم يتعاملوا مع ابناك مغربيين؟ المعاملات هي في حد ذاتها معاملات ماليه اللي هو الشكل باش كتكون، كاين الناس اللي كيتعاملوا بشكل تقليدي وكاين الناس كيتعاملوا بشكل اللي كيتقال عليه البنك الاسلامي. المغرب غادي يقوم كما قلت بعض المحاضرات بان هناك بنوك من هذا الشكل تسمى بنوك اسلاميه اللي غادي تكون في المغرب. اذا حتى في هذا الميدان راه كاين استثمار حتى في هذا البنوك هذا في الابناك، وبطبيعه الحال الوجود ديالها غادي يسهل على الناس اللي المستثمرين اللي بغاو يستعملوا القناه هذه باش يستعملوها. اللي يمكن نشيروا ليه السوق المغربي مفتوح حتى من الناحيه الماليه، اذا يمكن واحد يكون عنده استثمار من بنك موجود في بلد اخر ويقوم بالمشروع ديالو، يعني ماشي من ضروري باش يجي ياخذ قرض ولا ياخذ اعانه ولا تمويل من البنك المغربي. اذا كان عنده معاملات مع بنك اسلامي موجود في بلد اخر من الاخبابي. هل ترون يعني ان البنك الذي تشرفون عليه البنك السياحي والعقاري يعني من الممكن ان يوضع تسهيلات لمثل هذه المستثمرين؟ أرى يمكن أشير بأن من التسهيلات اللي وضع بس هناك تسهيلات اللي مقبول بها الأهل، لأن عدد من المعيشين العقاريين العقار بلا بناء شركات جاية من الشرق الأوسط من السعودية ولا من دول أخرى اللي تتعامل في المغرب كلهم سياش وضعها ونولها وحق نجاح. وبطبيعة الحال احنا بالنسبة للمعاملة ما عندناش فرق، لان اللي كنشوفوا التمويل ديال المشروع كنشوفوا المشروع اصلا ما كنشوفوش شكون اللي طبيعي الحال كاين الخبره ديال حامل المشروع، ولكن هذه الخبره ما كتكونش مرتبطه بالجنسيه ديالو ولا بالشخص. اذا كان واحد عنده مشروع وعنده خبره وعنده هذا راه كنتمنى له كل التوفيق. نتمنى لكم التوفيق. شكرا شكرا سلامة. شكرا جنب الكريسماس يا تستضيفه أثناء تيري جنب الكريسماس لا شتو شتو حسن لي وقيت وقت لا صوت الصورة بن زوين إبراهيم المقاول المغربي. المقاول نعم. اش من مدينة التواجد؟ بمدينة الدار البيضاء. الدار البيضاء نعم. كيفاش تم هذا اللقاء؟ هذا اللقاء هو نتيجة ديال واحد العدد ديال المجهودات ديال عدد من الإخوان، بينهم كان لنا الشرف في زيارة المملكة العربية السعودية، هناك جالية مغربية كتشتغل هناك في إطار جمعوي. وأخص بالذكر رابطة قطر ورجال الأعمال المغربية بالرياض،
نادي الجالية المغربية بجدة، كذلك تجمع المغاربة المقيمين بالسعودية. هناك وكذلك وكذلك ما ننساش المجهودات التي تقوم بها السفارة المغربية بالرياض، حيث تما مشينا للمملكة السعودية، هناك أذان صاغية، وسيد السفير الله يجزيه خير يبذل مجهودات كبيرة من أجل إنجاح مثل هذا الأمر. كيفاش يعني واش نتوما لأول مرة هذا اللقاء؟ أول مرة مع السعودية ولا الشرق السعودية ولا فاتت لكم هناك لقاء آخر قبل؟ بالنسبة للقاء اللي هو بالنسبة كيفاش فكرتوا وكيفاش بالنسبة للملتقى هو نتيجة للمجهودات اللي فرضناها سابقا. بطبيعة الحال المستثمر السعودي كان ما تعرفش جيدا المستوى اللي وصلوا المغرب، ومن ناحية يعني ديال الأمن والأمان فيما يخص التجارة، المسائل الأخرى يعرفونها جيدا، وما يعرفونها سياحيا يعرفونها، لكن قطاع الأعمال وهذا يعني رقم المبادلات الذي يتوفر بين المملكة المغربية والسعودية خير دليل على ذلك. لكن فيما يخص لماذا هذا الملتقى؟ هذا الملتقى تلك هو ثمرة، لكن الحمد لله النتائج ديالو غتبان على الأمد المتوسط والأمد البعيد. هي ثمرة وستصبح في يوم من الأيام ثمرات. ثمرات نعم. فيها. نعم. تحية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. في نظركم ما هي آفاق هذا المنطقة؟ آفاق الملتقى هو في تشجيع الشراكات بين رجال الأعمال المغاربة والسعوديين أولاً. ثم تصدير مواد مغربية وإعطائها مكانتها في السوق السعودي أنها تعتبر جد منعدمة شبه منعدمة عفوا، وكذلك فيما يخص تشجيع الاستثمار السعودي في المغرب، هذو هما الأهداف الرئيسية ديال المنطقة. ما هي فائدة المنطقة بالنسبة للمنتوجات؟ بالنسبة للمنتوجات ديالنا حنايا سواء نتكلم على قطاع العقار أو قطاع المواد الغذائية، بالنسبة لقطاع العقار نهدف شراكات مع مستثمرين سعوديين في المغرب فيما يخص، وكذلك تسويق المنتوج المغربي في السعودية، يعني تسويق الشقق، تسويق العقار العقاري سواء كان أرض أو كان شقق أو فيلل أو محلات تجارية بالنسبة للزبون السعودي. فيما يخص المواد الغذائية والمواد التجارة ومواد البرودوي تيغوار، مواد يعني المنتجة من طرف الجمعيات والتعاونيات الفلاحية، فهذه أشياء حتى هي تنحاول ندخلوها للسوق السعودي إن شاء الله، فيما يخص من زيوت أرغان مثلا، فيما يخص العسل المغربي، فيما يخص الخضار والفواكه المغربية التي نشوف أنها لا ترقى بتاتا إلى المستوى الطيب الذي يجمع بين البلدين. في نظركم ستلقى إقبال من طرف المستهلك السعودي؟ طبيعة الحال المستهلك السعودي يحب الجودة، وحنا بعد الدراسات اللي قمنا بها هناك في السوق السعودي إن شاء الله كاينة بوادر الخير، هناك اتفاقيات الحمد لله تنحاولوا نبرموها مع مستوردين سعوديين هناك في المملكة العربية السعودية، وإن شاء الله المنتوجات المغربية تقول الكلمة ديالها في السوق السعودي. نتمنى لكم التوفيق. بارك الله فيك. شكرا. شكرا لكم. شكرا. شكرا لنا بزاف. هداية البركة بوجودكم، والله والله أنتم البركة وأنتم الخير وأنتم ديار الصالحين وديار الناس اللي نفتخر بهم دائما بالأولين والثانيين. احنا اخوان لا شك في ذلك، احنا اخوان وأشقاء وأهل وبلاد واحدة موحدة في الرؤية والهدف، ونحن مملكتين نعيش الهناء في ظلال وارفة للأمن والأمان، ودول وملوك تؤمن بالنماء والبناء وبالإنسان وبالحقوق والعطاء والمؤسسات والاستدامة. نحن نؤمن، نحن ملكيين تمام، ونحن نؤمن بأننا حال واحدة ونؤمن فيها، نؤمن فيها ونحب نحن نؤمن بإيمان مطلق. السعودية تحبك يا سيدي، الله يحييك ويسلمك ويجزاك. الله يحييك يا أهلا وسهلا بالصوت والصورة كمان، وأنا أصبحت اليوم من نجوم الفيديو. والله تشرفوني. أنا يعني أنا هنا على فكرة، أنا هنا في بلادي، أنا بوغازي، أنا طنجاوي وأتشرف.
أنا جزء منكم ولكم إحنا إخوة ومصيرنا واحد وبلادنا واحدة. ما لنا إلا كذا ولا ما نعيش؟ نترك الضباع والثعالب والتماسيح تلعب في مصائرنا. يا سلام عليك، هذا وهذا شعارنا أيضا. تعرف أنا عبد الحميد بن عبد المحسن بن صالح الصالح، وأنا مولود في الرياض. اسمون هلا مسلم الله يخليك يا رب لك الحمد، اللهم اجعلنا ممن يصلح ذاتهم وأن يصلحون ذوات أبنائهم، وإن شاء الله نبني لنا ولأبنائنا ولأهلنا الخير إن شاء الله والبركة. وأنا أصلا من منطقة اسمها المجمعة، المجمعة في إقليم سدير، وسدير منطقة جميلة تقع في وسط نجد وعلى الهضبة المرتفعة بمقدار حوالي 600 متر فوق سطح الأرض. تضاريسها جميلة، شعابها وديانها هائلة، إذا جاءها المطر وسما أنتجت الربيع وردا، وإن جاءها القفر فإنها تعيش لأن أهلها هم عايشون. والحمد لله نحن الآن في حياض المملكة العربية السعودية، ومشروع دولة عظيم ومشروع تنمية هائل وصل إلى أطراف البلاد كلها بجبالها سهولها وديانها شعابها بحارها شواطئها جزرها ريفها وحواضرها، وها أنتم ترون مكة تبني كما لم يبنى في الدنيا بناء، وها هي المدينة تعمر كما لم يعمر في الدنيا بناء لنبي، وها نحن نرى الرياض ونرى جدة ونرى كل أنحاء بلادنا تعمر وتنمو وتزدهر بأمن وأمان وحقوق وصيانة للعرض وصيانة للكيان، فهذا هو نحن. ذلك يا رب. وصلتم إلى غرب البلاد. المغرب. المغرب بلادنا. المغرب. أنا سأتكلم عن رحلتي والمغرب وأنا في السياحة، ولكني أنا جئت إلى طنجة بالسبعينات أبحث عن محمد شكري، وأبحث عن شقة طنجة وحاناتها ومجتمعها بكل ما تعنيه الكلمة، كما قرأت في الرواية والأدب، وكان الثقافة هي مفتاح الدخول إلى مجتمع المغرب الجميل. ومنذ ذاك الحين وأنا أجد النماء، أجد مجتمع يصون ثقافته بشكل أنيق، مجتمع يعيش حياة البناء والكفاح ضمن نطاق دولة القانون وضمن نطاق دستور ومملكة دستورية تحفظ حقوق الإنسان وتفتح له الآفاق للنماء والحراك دون قيد سوى الأخلاق، ودون قيد سوى النظام، ودون قيد سوى حماية الآخر وحماية الذات ضمن مصادر واضحة. لا شك بأن لكل مجتمع شوائبه هنا وهناك، ولكننا نرى بأن هذه الشوائب ليست إلا غبار للزمن، وهذه أمور يتم التعامل معها تباعا. اليوم نرى المغرب، المملكة المغربية الجميلة بجمال أهلها وطبيعتها وتاريخها. أنا أروح فاس فأشم عبق الأندلس، أشم عبق مدريد حين بناها العرب انطلاقا من هنا وانطلاقا من هناك. ما لا أستطيع أن أصف لك ما أرى في المغرب، فلو حاولت أن أكمل الصورة لما تحدث. أضفت إلى البعد الاقتصادي البعد الثقافي. أنا سأتكلم بعدا ثقافيا، لأنه بدون الثقافة لن يكون هناك اقتصاد. إن لم نفهم بعضنا وذاتنا، وإن لم نعرف بأن هذه هي الأصل فيما نحن عليه. أنت لما تشتري منتج سعودي فأنت تشتري ثقافة سعودية، أنت لما تعرض منتج سعودي على الإشهار فأنت تعرض ثقافة سعودية، أو يفترض بها أن تكون، وهكذا هي الحال.
الثقافة ليست جزء جامد، كل ما يحيط حياتنا هي ثقافة، هي الفنون، وهي الصناعة، وهي التجارة، وهي العمل، وهي الأخلاق، وهي القوانين أيضا، إنما القوانين تنتج تباعا للثقافة. كيف ترون آفاق اقتصاد للشراكة بين السعودية والمغرب؟ ليش انا الم بشيء بشزر بسيط؟ انا لا استطيع ان احوي كل شيء. انا اقول بانه المملكتين هما في مسار متحد. المملكه العربيه السعوديه دوله اباها الله بخير والحمد لله، واباها الله بالاخلاق قبل المال. وهنا تجدون بان التواجد والحضور والتفاعل والشراكه هي شراكه قائمه. ما نراه اليوم من لقاء هو توجيه للملوك، هو أمر للملوك، هو تحقيق لرؤى الملوك فينا ككل كمجتمعات. فرجال الأعمال مشكورين يعني، وهم أكثر منا عراقة. أنا أنتمي إلى هذا القطاع بحكم الوجود في شركة مغربية مساهمة، وأنا معها أمارس ذاتي هنا من 12 سنة، وإحنا نبني ونشغل ونمارس الحضور في كل ما تعنيه عمل. كيف وجدت التعامل المغربي؟ التعامل المغربي من أي ناحية؟ الاستثمار. إحنا مستثمرين أعطينا الأرض بصفة تحفيزية، أعطينا إعفاءات جمركية، أعطينا إعفاءات ضريبية، أعطينا عمالة ماهرة موجودة، أعطينا موارد متاحة للاستثمار. يعني أنت تشجع السعوديين للاستثمار؟ أنا أشجع السعوديين للاستثمار في كل مكان. ولكن أقول لك حاجة، لو رأس المال اللي حطيناه في المغرب حطيناه في السعودية لتضاعف 30 ضعفا خلال فترة. الآن إحنا هنا ما إحنا قادرين لسه نرجع رأس المال، ولكننا مؤمنين بالمستقبل. أتمنى لكم السعودية. شكرا. 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 شكرا.